زار سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اللجنة المنظمة للجولة العالمية لكرة السلة 3x3. زار الموقع الذي ستقام عليه الجولة العالمية التي ستنطلق يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم في المرفأ المالي بمنطقة المنامة. وقام سموه بجولة تفقدية في أرجاء الموقع الذي تم تشييد الملاعب عليه وجميع الخدمات والمرافق الإدارية والخدمية، وذلك لاستضافة الجولة العالمية لكرة السلة 3x3 التي ستقام لثاني مرة على التوالي على أرض مملكة البحرين، حيث اطلع سموه على آخر ما وصلت إليه مراحل العمل والإنجاز في المشروع واستمع إلى شرح مفصل حول ما تم تنفيذه. وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي أهمية تهيئة كافة التجهيزات في ملعب البطولة ليكون جاهزا مع تقديم كافة التسهيلات والخدمات التي تجذب الجماهير والعمل على تنفيذ كافة الأمور اللوجستية الأخرى، مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان العاملة في سبيل إتمام كافة الترتيبات في الملعب الذي سيكون بمثابة تحفة رياضية عصرية. سمو الشيخ عيسى بن علي رئيس لجنة المنظمة العليا، اليوم زيارته كانت يشوف طبعا هالماشين احنا حسب الخطه اللي موجوده وحسب الستاندر الدولي، واعتقد ان سموه اطمئن ان الحمد لله كل شيء حسب ما هو مخطط له. مثل ما انت عارف ان هذه حدث جدا كبير، وفي طبعا سلسله لقاء بطولاته عالميه، ولما تقام في مملكه البحرين اكيد النجاح السابق، وكان حريص سموه ان تكون السنه النسخه هذه تلاقي نفس النجاح وافضل. طبعا وجود سمو الشيخ عيسى بن علي اليوم الى موقع الحدث يدل على ان طبعا هو متواجد في قلب الحدث مع الجهات المعنيه على اساس نتاكد ان جميع الامور قاعده تمشي في النصاب الصح. بدينا هالمره طبعا بفتره يمكن قبل عن الفتره اللي نظمناها الموسم اللي طاف، وان شاء الله الحدث راح يكون ان شاء الله موقع الحدث راح يكون جاهز حق الفعاليه المحليه اللي ان شاء الله راح تكون يوم الاربعاء ان شاء الله. طبعا احنا البحرين ركزت الفتره الاخيره وايد على سياحه الرياضه في البحرين، فاستقطاب حدث مثل الورد تور عندنا ال 3x3 طبعا يعكس اثر ايجابي الى كثر السياح عندنا واستقطاب سواح من دول ثانيه نرويهم طبعا البحرين شلون تنظم فعاليات رياضيه، ناهيك عن الفعاليات الثانيه في اتحادات ثانيه او في مسابقات ثانيه، فتاثيرها جدا ايجابي على استقطاب السواح الى مملكه البحرين.